طبعا بعض هذه المبادرات المهمة البعض طبعا وليس الكل، مثل تمديد دعم العاملين السعوديين في مشاة القطاع الخاص عبر نظام ساند، أيضا تمديد إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، وتمديد أيضا رفع الإيقاف المؤقت عن مشاة القطاع الخاص، وأيضا لتصحيح النشاط، تمديد أيضا احتساب توظيف السعودي في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت، وأيضا تمديد رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية. والحديث عن هذا الموضوع المهم ينضم إلينا هاتفيا الباحث الاقتصادي علي الحازمي. أستاذ علي مرحبا فيك. أهلا أخوي فيصل وبالسادة المشاهدين. الله يحييك. في البداية اشرح لنا أهمية هذه تمديد هذه المبادرات للقطاع الخاص في ظل وجود هذه الظروف الحالية للاقتصاد العالمي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وفق يعني رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول وطني 2020، حقيقة هناك متطلبات ومستهدفات من القطاع الخاص يجب أن تترافق ويحققها ضمن هذه الرؤية. أتت هذه الجائحة حقيقة لتؤثر على القطاع الخاص سواء في المملكة أو حتى في العالم بشكل كبير. الآن المملكة ما زالت حقيقة تعطي ثقة كبيرة يعني وترى بأن هذا القطاع شريك أساسي في التنمية، لذلك أتت هذه المبادرات، وهذا تأكيد على أن اللجان التي وضعت سواء التي وضعت لتراقب الجانب الاقتصادي والمالي والصحي والأمني حقيقة هي ما زالت مستمرة في أعمالها ولم تتوقف حقيقة بفتح الاقتصاد من جديد. اليوم أنا هذه المبادرات يعني حقيقة تمديدها هو يأتي إيمانا من أعلى الهرم وهو خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده بأن هذا القطاع هو مهم ومشارك مهم في التنمية. هذه المبادرات حقيقة كانت يعني شاملة وفق منهجية الكفاءة، وأيضا يعني هذه المبادرات يعني 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 يكسب كافة القطاعات في اعتقادي في القطاع الخاص يعني استفادة تامة. وأنا لعلي أرى بأن أهم مبادرة في هذه المبادرات هو تمديد نظام ساند ل70% ما هو في القطاعات الأكثر ضررا و50% الأقل ضررا، يعني الحفاظ على وظائف المواطنين السعوديين في هذا القطاع هو أمر مهم. ربما الثلاث الأشهر الماضية يعني كان من استفاد من هذا الأمر هو تقريبا 480,000 مواطن أو موظف في القطاع الخاص، كانت بقيمة تصل إلى 3.5 مليار ريال، شملت تقريبا 90,000 منشأة في القطاع الخاص. نعم أستاذ علي، هل لامست وتوزعت هذه المبادرات اللي 142 مبادرة اللي وصلت مبالغها إلى 214 مليار ريال على الشركات والمشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة أيضا؟ لا، أنا في اعتقادي بأن المنشآت المستهدفة من هذه المبادرات هي المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بشكل كبير. المنشآت الكبيرة ربما حصل هناك بعض الضرر ولكن لا يقاس حقيقة بما حصل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لذلك هذا الدعم تركز بشكل كبير على هذه المنشآت. هناك منشآت كبيرة تأثرت، ونحن نتحدث عن المنشآت مثلا في القطاع السياحي بشكل كبير، قطاع الطيران ربما شملها نوعا ما من هذا الدعم، ولكن يعني حتى لو نظرنا على مستوى العالم أكثر القطاعات التي استفادت من الضخ المالي في الاقتصاديات هي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لأن هذه المنشآت تمثل تقريبا 99 يعني في المئة من إجمالي المنشآت في القطاع الخاص، إذن من باب أولى تكون هي معنية بشكل كبير. وهذه المنشآت في اعتقادي يعني لا تستطيع مواجهة جائحة كهذه. ربما المنشآت الكبيرة لديها من الملاءة المالية، لديها من الكاش، لديها من إدارات الكرايسيس مانجمنت اللي هي إدارة الأزمات أكفأ من المنشآت الصغيرة المتوسطة. لذلك هذه المنشآت عندما نقول صغيرة متوسطة ولكن عدد توظيف أو السعوديين فيها يصل تقريبا إلى 1,200,000 وهو عدد كبير حقيقة. لاحظنا على مستوى العالم التسريحات الكبيرة وزيادة البطالة في كثير من الدول المتقدمة، أنا أتوقع بأن الحرص هنا على هذه القطاعات هي لتظل العوائل متماسكة ويظل رب الأسر متمسكين يعني بوظائفهم لمجابهة هذه الجائحة على الأقل، يعني حتى نخرج من عنق الزجاجة. وأنا أتوقع إن شاء الله بإذن الله في الربع الثالث من هذا العام تكون الأوضاع بشكل أفضل، على الرغم من التقارير المتشائمة لكثير من المنظمات العالمية التي لا أتفق معها نوعا ما. نعم، الباحث الاقتصادي علي الحازمي شكرا جزيلا لك.